رشيد السعداوي، مرحبا بك خويا في موقع المشهد التونسي. قبل كل شيء خويا رشيد، لو كان طمنا على صحتك. واحد قاعد يتحسن شوي بشوي، فهمتني؟ ديما يحمد ربي خير وكا هو قاعد يتحسن مع حكاية طويلته. فهمت؟ يحرز واحد مورالو مهزوز شوي، يهز في مورالو واحد. ديما الحمد لله زعما. يشوف برشا حاجات، يشوف برشا ناس كش ضرب ساقيه قصة واحد وهو ساق ولا مازالت لاصقة فيه، يقول الحمد لله يا أحمد ربي على برشا حاجات. ناخذ الكوارت وعطيتهم لي الدولة، داوي في السبيطار واحد عمل المساجات والتدليك الكل واحد على حسابه هو خاطر في السبيطار. مش تمشي للسبيطار وترجع مش تكلف الحسبة هي بيدها، أنا مداوي في بن عروسة. كي جيت حسبها 6000 مشي و 6000 رجوع، خاطر فما حتى ترونسبور بن عروس كان تاكسيات. يعني بخلف اي وسيله نقل اخرى ما تساعدكش كان تاكسي؟ ما فماش، هما بطبيعتهم حتى وسيله نقل بن عروس من حمل في بن عروس ما فما كان حكايه هذيك، فما كان تاكسي. يعني انت توا قاعد تواصل في علاجك على نفقتك الخاصه؟ ترونسبور والدنيا توا كما على حسابي في البريفي نعمل، فهمتني؟ عند شكون بالضبط؟ عند مصطفى المشيشي اللي في الفورام. كيفاش العلاج، كيفاش قاعد تاخذ فيها علاجك اليوم؟ نعمل في المساجات، فهمتني؟ سيونس ب 15000. قداش مازلت من حصه تويكا؟ 36. 36 والحصه معناها ب 15000. 15000 فهمتك. وهذاك كلهم يخدموا بالسم هذاك. اون بليس واحد ساقه وضربته مش سهله، واحد مش عطيها الواحد، فهمتني؟ اذا ما واحد سبيساليست كما نقولوا فيها خدمه، واحد يوصل للعين وما يشربش راح. بالنسبه لوضعيتك الصحيه اليوم رشيد، كيفاش تراها انت بالضبط؟ انا ما نكذبش قاعد نتحسن. نقول لك شفاء من عند ربي، واحد مورال وواحد وباقي، فهمتني؟ ربي معاه، حس روحه قاعد يتحسن. واحد اما قاعدة تمشي بشوية بشوية بشوية، فهمتني؟ سمرية تعذب وحس ومازال يحس ومازال يتعذب، وواحد مي مادام قاعد يبرى ديما يقول الحمد لله. توا بعد تقريبا عامين من إصابتك رشيد، السلطات المعنية بصفة عامة كيفاش تراها، معناها تعاملت مع وضعيتك في حملة في اليوم؟ أنا بديتو ما اتصلت بحتى مسؤول وما جا حتى مسؤول، فهمتني؟ أون بلوس واحد ما يحب، عرفتك اللي ما يمشيش لازم، ما يحبش يحسس روحه اللي ماشي يطلب ولا ماشي يرخص ولا ماشي يقد ولا واحد. كل عباد الكل اكترونش من العام العام، فهمتني؟ ما تجيش حتى ربع بتاع الواحد، ما تجيش حق حق الدواب بتاعه بتاع العامين، مش بتاع مصروفه بتاع قدين بتاع عاملين. واحد بالرسمي حياته تبدلت تبدلت تبدلت. وديما نقول لك ريت واحد كيبدا مستكبي وحامد ربي، ديما ربي ما يخليش. الحمد لله. صحيح، الحمد لله على كل شيء. تعامل السلطة ويحسب بكلامك يعني كان سلبي. يا اخي انا برك، يا اخي انا برك، بارابور لبرشا عباد اللي ساقيها مخصوصة واللي ممكن واللي ما يمشيش في كروسة واللي ما يمشيش في واحد، انا كرر الكاكي من هذوك نقول الحمد لله. اللي مش يجي نهار ونرجع نمشي. مي واحد كان جات عنده الموان، فهمتني؟ راهو بيتو خير من هكا، ليس كان جات ثم لهوة، لهوة كما نعرف أنا. مش تعمل بي سي، حكم عليك بتو مثلا أعطيني بي سي، أعطيني عمان، عمان في البي سي، بي سي يلزمك فلوس، يلزمك مصروف، يلزمك في مويان ترونسبور، فما حتى شيء بلاش. واللي يكلمك أطول نشوف أطول نشوف أطول نشوف أطول نشوف أطول نشوف. ما تزيد ايامات اخرين تسمع كان بالحزب الفلاني يجي رشنيه ويجي رشنيه، وانت مانيش امور تاع سياسه، ما نفهمش في السياسه. انا بشر ما نفهمش في السياسه. ترى يجيك الحزب ادخل معانا وادخل معانا برشنيه، الناس كل تعمل لك شونتاج، تحب تداوى، تحب واحد ادخل معانا في حزب.
جاوك انت احزاب وحاولوا يساوموك؟ في حتى جاو تليفون يجي يكلمك في التليفون عنا وقفة احتجاجية يجي يقف معك. يا ودي ما نفهمش في السياسة وما نمشيش، انا ما نمشيش على ساقي باش نقف معاك وباش ندير. بالنسبة لك رشيد اليوم، هل ترى روحك قادر انك تواصل مجابهة تكاليف وسداد تكاليف علاجك اليوم؟ انا كجيت واحد اني قاعد نداوي تطورت هاك شوفي، راني قاعد نعمل في مساجات، راني نعمل في عمان لا شيء، خليها بيد ربي يعني عافز دو بالله شوية، فهمتني ماشي جاي واحد نصرح فيها بالمشي. أنا راني قاعد نعمل في مساجات، راني نعمل في مساجات في البيسين لا عمان اللي عطيه ولي طبيب وقف للسن، فهمتني. هما واحد كان حتى سواوا له وضعيته ولا شنيا، عطاوه باي ولا عطاوه فلوس ولا عطاوه الدنيا الكل، فهمتني، راهو يداوي في روحه وحده كما قبل، إنما تو وقفت الزنقة الهرب. صاحبي لا شهر لا شهرين لا ثلاثة لا، هذا عام وعامين، فهمتني، عام وشهرين بالحديد مركب الواحد وشهرين بالجبيرة، فهمتني، توا توا فهمتني اللي بديت نتصرح. وصاحبي زاد أنا ما يساعدنيش نوصل العين وما نشربش بعد عامين، تعملونا في الانتداب، قال لك انتدابات وانتدابات في الوظيفة العمومية وعظيفة، كمل داويني وبعد احكي لي عن انتدابات. فما حاجة لازم الحاجة أيوة، ريت يجيك حزب كشنطاج عم واحد، وانت ومازالت مش تجي ومازالت ومازالت ومازالت، ها جاك نداء تونس، ها جاك فلان، ها جاك فلتان، هاو يتصل بك فلان، فهمتني، عرفت كلها تتكلم. تزغريت أكثر من كسكسي، والله تزغريت أكثر من كسكسي. بالنسبة للظروف الاجتماعية مازالت يعني صعيبة شوية؟ صعب، قلت لك لا شهر هو واحد، لا شهر لا شهرين لا عامين، راه واحد عامين يضرب في النوم، عامين كانوا واحد ونجي تابيه كان، فهمتني، توا توا نسمى هو هاني، فهمتني، انا مورالي مهزوز، صعب مورالي مهزوز باش، مثلا كي نتفرج في جماعة ضربت كيفيان، ساقو مخصوص والاخر ما يمشيش والاخر بالكروس، فهمتني، نقول الحمد لله اللي ديما نقول ربي يحبني. فهمتني، جات في ساق الكرتوشة ما جات في بلاصة أخرى، فهمتني، هاكا وريتك كل شيء بالمكشوف، أما زاد ما يساعدنيش نوصل عين وما نشربش. الواحد له بتاع كي تسمع في تحل في حاجة، جرحى الثورة جرحى الثورة شهداء وجرحى وشهداء وجرحى وشهداء، ما فما شيء يا أخي فايدة في الكلام. انا كسبوا لي فلوس، انا مشيت تراني عملت مخيم قدام الواحد. انت رشيد اليوم حاجيات كيفاش تراها بالضبط؟ حاجياتي انا لان نهار مشيت لواحد نحب نبر، نحب كمل داوي يا اخي، فاذا تعطيني في كارتة تاع علاج تعطيني في راسو حالتي، ما انت انا حالتي ما نتجبش لا في ترا ولا في كارت، لا في هوب يحزن، فهمتني، الكارتة والله العظيم بس عملتها جملة تاع الترونسبور، فهمتني، مساجات كيفاش تعمل؟ نمشي على ساقية نعمل السوق فيكو، فهمتي، فما حاجات فما حاجات بلوجيك، تقول لك اعمل مساجات ونعمل بيسين واعمل 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 واعمل، انت تجي تلقى روحك فارغ فارغ، ويسمعوا في التلفاز جرحى الثورة عاملين لكم شهر، لا عملونا لا شهر لا عملونا حتى شيء، فهمتني، تو الناس تخيل عملونا شهر ويعطيو فينا في فلوس ويعطيو فينا في واحد ويصرفوا علينا ويقدوا ما فما شيء. وقف فلان يقول لك ماخذ 40 مليون تسق، هذه منين 40 مليون؟ يعني كلها اشاعات هذي، يا ودي وقفوا فيك فيك يا اخي، كان جبت حاجه من عندي هما بيدهم يعرف، فما مجروح خذ 40 مليون، الميت أخذ 40 مليون ولا يا رحمه وين عندي مليون، احنا كل شيء مكتوب، قصة الاولاني اول ما تضربنا واحد ما يجيوش حتى حق الدواء، فما ضربة من ضربة معناها كما انا تضرب بكرتوش واحد ساق وعمي ما يمشيش
فهمتني، وظروف وامور، وفما ضغط، فما برشا حاجات ومورال و... ايه برشا حاجات، برشا برشا كيما داخل امور يتضرب مطراك ولا يتضرب واحد، فهمتني، تحسبهم بزوز كيف كيف. انا كي نمشي للولايه راه عباد راه واحد يقول يا اخي انت تضربت، راه روحي كيفاش طالع في الدروج واحد يضرب ربع ساعه في الدروج، وواحد اون بليس ما يحسش راهو اللي مش يمشي يطلب ولا مش يقد ولا يحسب ما باش نقعد انا نعمل في المشاكل قدام معتمديات ولا اتصم ولا هز العباد ولا قد ولا اعمل، لاني مركز ياسر، لاني مركز اعتصامات، لاني مركز واحد. خويا عملت حاجه صارت لي تضربت بكرتوش، نتحمل مسؤوليتي. رشيد، بالنسبة للموضع الإصابة نتاعك ومع حصص التدليك اللي قاعد تقوم بها، ترى نشوفوا بالضبط وين وصلت الحالة؟ عندي الركبة مش مطلوقة، لازم تترشق واحد المساجات في الواحد، ولازم تسمن أضعف من الأخرى، يعني لازم تستوي بالمساجات في الواحد، هاك شفتها من عينيك كيفاش ضعيفة ومن عينيك كيفاش طالعة. بالنسبة للانتفاخ هنا شنو هي بالضبط؟ هذاك فما مو عندي بروتيز، أنا عندي حديد الداخل، عندي حديد ومع الواحد نزلت ما بردش مليح وبالتعفيس والواحد العظم عاود من جديد، كل عاود من جديد العظم هذا، فهمتني، عاود من جديد، كي يطلع العظم ما يطلعش مش مع بعضه بالمساجات، هذاك الطنجيره يتحفف، فهمتني، حتى لين تستوي، فهمتني، خاطر يبدا بشويه 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 يتحس حتى لين تستوي، تنحك المذبه وكل واحد. بالنسبة لصبعك الكبير حكيت لي عليه بكريكا، شنو هي الحكاية بالضبط؟ هذاك عندي مرسوس، كي ضرب كرتوشة تمصلي العرق نتاعو، فهمتني، طايح الوقت، هذاك يرجع بالمساجات، كنت حتى طبيب قال لي كي ما رجعش بالمساجات وبالأمور هذي الواحد نعملك عليه عملية ظريفة، وهذاك اللي مخلقني أنا في صبعي الكبير. توا بالتعفيس وقاعد نعفس، واحد قاعد يستحمل فهمتني، يحس في الوجاع فهمتني، اما يزم يحس من الشر، ياك شفتها راح تاخذ شو هالجمله صاحبي، مازال مشد الشرط وقاعد تقلق فيك يا رشيد، قاعد مازال جديد، مازال الحديد الداخليني يوجع كي نعفس كل كورون وفي البرد، تبرد الدنيا ما عادش نمشي جمله، تقلقك برشا ما عادش نمشي في البرد، ما عادش نجم شو السكت ميس نتاعي انت خرجت الكرتوش، يجي مزاج جاهز، نحمد ربي اللي قاعد كان راسي هكا قلبي يوجعني الحمد لله على كل حال، حاجة كاذبة باقي كل حاجة كاذبة ديما الحمد لله، علاش نقول لك أنا هكا لاصقة مشوها ما لاصقة ما فما ناس نحال جم صحيح. بالنسبة ليك اليوم رشيد كيفاش تعيش، كيفاش قاعد تعيش أنت اليوم؟ تصدق حاجة نعيش بسطر ربي، والله ماشي بشا فهمتني بسطر ربي، وكا يعني عرفتك اليوم ولا يوم الواحد ماشي بسطر ربي، علاش قلت لك هي حكاية طويلة طولت نتاع عامين نتاع عامين، يا خويا فما حاجات باللوجيك، ظهر شكون مضروب وظهر شكون مش مضروب، فهمتني يا خوي، ابدا فهمتني اللي اموره واضحه وعديتوه وعديت، قريت شنو قال تعدي على لجنه كل شهر شهرين تعدي على لجنه كيف تعمل لي تصحيح، ومازال توا قال لك باش تعديوا على لجنه اخرى مش تقيم لكم ضربتكم ومش تقيم لكم وقعد استنى فهمتني، اللي اموره واضحه ابدا بشويه 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 بشويه، فما المضروب ظاهر يا اخي، فماش رابور نتاع السبيطار، فماش رابور نتاع واحد ظهر، عندي رابور مكتوب فيه دي ار جيس كازيت، باش مضروب باش مركب اش عندي اش ما عنديش، باش ضربت نوع الكرتوشة نوع الواحد النهار التاريخ الطبيب الدنيا الكل، وزدت عديت على لجنة وقعد استنى وقعد استنى، انا تعديت على لجنة من الفيبر
هو دخل في فريجي رشيد. بالنسبه للملف جرحى ثورة ككل، كيفاش تراه اليوم؟ وين وصل بالضبط؟ وين وصل؟ كيما بدا هو كيما بدا كيما وقف يعني خير برك. نحكي بالحكايه هذه ما فما شيء والله العظيم، حتى كان يجيو يطلعوا عليك ولا يجيوك ولا واحد فهمتني هتحزن مورال، مش يقول هاو فلان يسال عليا ولا ما يسالش ولا يقد ولا يعمل ولا شني فهمتني، حتى مورالك تهز هنا على هي بيه ولا اما جنب جمله فهمتني. كان ترونش نتاع عيد يلزم تونس كامله تسمع بها، يعمل لك بوبليسيتي واحد. بالنسبة للقضاء العسكري رشيد، وما يخفكمش أنه مكلف اليوم باش ينظر في ملف قضايا شهداء وجرحى الثورة، كيفاش تقييمكم ليه اليوم؟ تقييم ليه فهمتني، القضية كانت كل جمعتين ولا كل ثلاثة جمعات، ولا تضرب بشهرين شهرين ونص في الاستئناف في الاستئناف في الاستئناف في الاستئناف، لين تقلق تفت، وليت لين تقلق تفت ولي ما عادش تمشي. من تبدا تنسى الحكاية بشوية 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 تضربها البارد والبارد والغاد، قاعد واقف النهار كامل في محكمة في قدام، وبعد تقول لك استينف 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 استينف، فما قضية تقعد عامين فما هكا واحد صابر هكا تبع سنة قبل بالدار هو يحكي. انت رشيد لي ضربك معناها بالكرتوش تعرفه ولا؟ يا دي حتى حد ما يعرف، يكذب عليك اللي يقول لك نعرف نكريت ما يجيش معاك، فما ناس فهمت هذاك يعرفوهم وواحد فاس فاس واحد، نحن جزوز كمير بو تضربنا في المسطوحات تخبي ما ترى حتى حد يظهر، ترى روحك كان طاير في الهواء بكرتوش وعاملك الكاجول شنو مش 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 انت كي تضرب كرتوش تفقد الذاكرة، حتى تعرفه ما عادش تعرفه تنسى، خلي جايبين ما تعرف شكون ضربك، معناها جماعه الواحد جماعه جاوك كيران تاع تدخل لو 13 فما تدخل يضرب. يعني انت المؤكد انه اللي ضربك عاون من قوه التدخل؟ ما هو انت يا اخي 13 شكون يضرب الكرتوش ولا كان كيجاوز كيران صفر، يعني مش قناص فهمتني، يعني اللي ضربك اون فاس واحد انت ما تراهش من فوق السطح ومن تخب فهمتني اش تقول، ويقمر لك في سيرك وانا كل كرتوشة مش بتاعك فرد ولا بتاع واحد، عرفتها بتاعك اللي تدور وتهز الدنيا الكل تدخل وتخرج واحد، ما انا علاش قلت ديما نحمد ربي هذيك كانت جات في اي بلاصه اخرى واحد ما يعيش، جاتني مسطر الرب جاتني في بلاصه اللي هكا في القصبه هزت لي قصبتي الكل باقي بيتعور هذاك يخلف بلاصه تخلف انا ماك شفت توثيق كما هذيك مازلت لبس العشرة تسبب كل شيء علاش كي تاني يجي تقول نورمال ما عنده شيء ما بعد كي واحد يشوف يشوف برشا حاجات، حتى واحد عرفتها حياته انقلبت بالرسم، حياته انقلبت كان يعيش في ريتم ولا في ريتم ولا في ريتم، يخمم في غدوة في بعض غدوة في بعض غدوتين في بعض ثلاثة غدوات. في ختام حديثنا رشيد، لو عندك رسالة لشكون توجهها بالضبط؟ انا الحاجه الوحيده حابهم يا اخويا داويونا داويونا وبعد في عقلكم 10000 سنه فهمتني، ريت انا قلت الحاجه الوحيده كان جاي حتى مورا المو يجيو يزوروك يداويوك يا اش ناقص اش ما ناقصش، وواحد وبعد فما شكون ظاهر مضروب وفما واحد يا اخي اللي قاعدوا مضروبين مازالوا مداويوش قداش هم، كان جاي تحسبهم قداش تحكي يا فارغ راك دوله راك دوله راك راك تابع الدوله، كي يجي يقول تسمع في التلفزه جرحانا وجرحانا وملفات وقدين وعاملين توقع قربت الكاتورزه فهمتني، ريت قربت الكاتورزه فهمتني، او جاك نداء تونس او جاك دراشكو او جاك درافلة يكلمك في التليفون يبدا يسال فيك ولا درا شنيا
فهمني، كنت تحكي له وضعيتك وتحكي له الدنيا كل هي تنوصلها واحد وطلعها وبطلك ينسى رحمه يحطني في الواجهة، عرفت اللغة تحطني في الواجهة. وترى في العباد كيفاش تو ماشي في مخاخهم ناخذوا في شهرية كل شهر وعاملين لنا برشنية وعاملين لنا وعاملين لنا وعاملين لنا فينا كارتة نتاع الترانسبور شنو نعمل بها؟ كيما نمشيش على ساقين شنو نعمل بها؟ توفى راس العام تاريخ الصلوحية يوفى راس العام؟ راس العام يوفى. وفما إمكانية للتجديد ولا؟ إي قالك حتى يعمل لسة جديدة صحيح يا أخي لسة باش تعمل. لكن أنت تقول ما عندها حتى جدوى. مادامي أنا مازلت ما بريتش يا اخي حالتي مش نمشي نتفرج مش نمشي نحوس مش نمشي نتفرج مش نركب درشنية مش نداوي انا ما نجمش نركب لا في كار لا في به انت نجي مش نبرة مش نمشي نبرة تلوالي ساقي ولا انتيح ولا تزيد لي اي حكاية فهمتني فهمت كيفاش تحسبها نو بليز اخويا انا عطيني كارتا يرحم والديهم واحد مش نركب ومش نقد مي انا الكار تاعي انا الناس اخرى تستحقها انا ما نستحقهاش نزلت ما بريتش هون بليز باش تمشي يا خويا باش تمشي تبدل الجو انا ونتفرهد ولا نقد وبعد ما نداوي واحد هي يعني باش نتفرهد باش نداوي في انا مانيش خايف باش نداوي روح وفما ظروف قلت له كان جات حكاية شهر وكان شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة في باقي واحد يتمشى معاه في ناس رجعت لاباس واقفة على ساقيها تشوف فيها كل شيء صاحبي بالفلوس يكذب عليك. على كل حال رشيد ان شاء الله ربي معك وربي يشفيك وبارك الله فيك على لقائنا اليوم. مرحبا بك.